السلام عليكم، مرحبا بكم، عبشكم بروكا. اليوم نشارك معكم شباكية عندي 200 غرام ديال جيجلان مطحون، و 100 غرام ديال اللوز هو مطحون بالقشرة ديالو، اللوز مطحون بالقشرة ديالو، و جيجلان حمرته واحد شوية، طحنته مزيان. عندي كاس ديال الزبده، الزبده ديال العبر، عندي كاس ديال الزيت، نص زيت زيتون ونص زيت مائده، عندي معلقه ديال القرفه، عندي معلقة النافع، عندي واحد راس معلقة ديال الكوزة، عندي كيلو وربع ديال الدقيق، عندي الملح، غادي ندخل داك اليدام في الدقيق بالسوسو، الطريقه باش كتجينا كيجينا شباكيه مرمله شويه، ما كتجيناش نعدو عليها، كتجينا ملساء، كتجينا مرمله ورطبه وهشيشه. غنضيف الزهر، غادي نعجن بالزهر، ما غاديش نضيف الماء، غير الزهر بوحدو غادي ندفيه، عندي كاس ديال الزهر، كاس ديال الزهر مع زعفران شعره، وغنزيدو شويه ديال الملون كيعطينا اللون زوين في الشباكيه، ندير نص كاس الخل،
جوج اصفار البيض، واحد رص معلقه ديال الخميره فوريه، رص معلقه معلقه صغيره، رص معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، نضيف السهر، مغاديش ندلكوها بزاف، ما دلكناهاش بزاف، دابا غادي نخليها ترتاح، ترتاحها واحد شويه، غادي نقطعها هكا على هاد الشكل باش غادي نطلقها في الماكينه، تجيني على قياس الماكينه. وغادي نطويها حتى نكملهم كاملين، نطلقهم كاملين وغادي نطويهم، عاود نولي نطلق الطلقه النهائيه اللي غادي نزوق نشبك فيها بحال هذا الشكل هذا. الطاويات هما اللي غيخليونا باش كيزيد يتسدك العجينه، نحط وحده، نخلي وحده، نحط هادي على الاخرى،
لك ماشي بكيه. نسدو قناة العسل صيبته معكم شحال من مره، يجي غزال، يجي زوين. غادي نشوف كيف تخلى الزيت، ما تكونش سخونه بزاف. نحطوه في العسل على الشكل النهائي كي جا، وبالصحة والراحة.